بص بص الكلام ده دي كلها كتب كده بيصور مروحه ما اتصل في الواد كريم بقى اشوفه بيسكت دلوقتي ولا بيعمل ايه. يوه يا رب بقى يا رب بقى مش عاوز اطلع في الدنيا دي غير حاجتين هنالك شحن فكره كويس ما بيعملهاش وكمل يا رب. بتصل بقى بكريم نشوف صوت غير خالص صوت ويتنج يا كريم ويتنج صباح العشق الممنوع رد بقى. ايوه يا ابني ايوه يا معلم ازيك ايه اخبارك؟ انا في البيت يا ابني فاضل على الامتحان اسبوعين بالظبط. انا يعني بدات اذاكر يعني انا شغال في حاجه دلوقتي اسمها جيستيشنال كور بذاكر نسخ انما انت فين دلوقتي؟ يا عم طنطا ايه بس انا بقول لك انت فين بتذاكر ايه دلوقتي؟ انت في نفس الحته بالظبط في الجسيشن الكو برضه. يا نهار ابيض طب ما تيجي بقى معلش تيجي وتسافر معايا بقى. طب صباح الفل يا عم الاكل ماما هتعمله بس تعال يلا مستنيني. سلام يا غالي. سلام. ايوه جاي حبيب قلبي لسه هتقول لي ازيك وهنسلم على بعض وهنبص ونحضن. ايه يا عم متوتر كده ليه بس؟ في ايه؟ الناس يا عم على جروب الدفعه حافظين المنهج بارقام الصدفه. على جروب الدفعه؟ ايوه. طيب وانت دلوقتي بقى حفظت ايه؟ اسامي الناس ايه؟ بس نفسك احنا داخلين على امتحانات. ما تبطلش روح حاجه كنت بتروح. استنى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي ترعات؟ ايه ده؟ دي ترعات؟ انا مش قايل لك تدخل بتوع لم من هنا؟ اخويا كان بيلعب معايا بلاي ستيشن بس. اخوك ايه واللي بتاع عايزين ننجح يا ابني؟ ماشي روح يا ابني شيل حاجه ولا اقول لك؟ استنى خليك. ايوه بقى بس انت بس 13 هنذاكر ان شاء الله. يلا روح حاجه كنت ماشي يا معلم. كله بقى ايه ده كله يا ابني هنبدا ازاي؟ تصدق ده السؤال اللي بتاعي عند دماغي. طب نعمل ايه؟ طب ما نخش على جروب الدفعه ونشوف بيعملوا ايه؟ يا ابني لعيبه وانا قلت بتنجح وما بتشيلش ازاي كل سنه؟ نخش على جروب الدفعه؟ خش يا معلم. ايش؟ وادي جروب الدفعه. ايه؟ انت عاوز تدي الباسورد؟ بعيد بعيد. ماشي يا عم كرم. مش ابو طارق. خلينا فتحنا الفيسبوك. احمد الكريم عامل بوست اهو. يا جماعه بيت النهارده كان يوم تحفه من احسن يوم في حياتي. بيت النهارده كان خطوبه صاحبتي وحبيبتي وروح قلبي. النهارده كانت خطوبه صاحبتي وحبيبتي وروح قلبي نورهان على الباشمهندس عمرو. النهارده باشمهندس عمرو شغال في اسكندريه في مصنع وهيتسلم كمان شهرين. عقبالكم كلهم يا رب. ملحوظه دي صورتهم هم عاملين قلب. هو مش شايل قلب بس هو قلب يا جماعه. ألف مبروك ميرسي يا جماعه ربنا يخليكم. هوبا ولا احنا نقعد تحت. نورهان اتخطبت يا انت ما عرفتش؟ نورهان؟ ايوه يا نورهان. ما تعرفش يا نورهان؟ يا
البيت اللي كانت بتطلع فاول الراوند اخد الشيء. عندك حق. طب اقول لك ايه انا دلوقتي؟ ايوه دي اكيد مش هسيبها. انت فاكر البيت اللي كانت اول يوم في الكليه في البنطلون الاحمر؟ هي كل سنة في نفس المعلقة بتتخطر. وزمان احنا شيء زعلان كده ليه؟ أسعد إيه يا عم؟ لا 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 كان شكلك الاثنين في حاجة. لا صدقني ليه كده يا عم؟ لا لا بس الصراحة ما كنتش عاوز أتخطر. ليه؟ يعني عارف مين بجد اللي هيزعل لما تتخطر؟ مين؟ اللي هو درام الليل. درام الليل؟ اه. هو اللي يزعل؟ اه يا عم ده بيحبها من سنة أول. كان هيتقدم لها؟ لا كان بيحبها بس. بص يا عم احنا ما نتكلمش على بنات الناس احنا عندنا ولاية. انا راجل. خش يا عم نشوف حد. هكمل اول عم على جروب الدفعة كده نشوف. البوست بتاع الخطوبة مداري على كل البوستات. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. عدى 500 كومنت ولا لسه؟ عدى يا عم. ايه اللي عمل ده دلوقتي؟ عارف الحل فين؟ اديني يا عم على حل بسرعه على نص ايدك. احنا بنتكلم دلوقتي في اوضه. خدها منين؟ مش عارف دلوقتي في اوضه؟ لا. خدها يا دلوقتي الدنيا سلطان. الجنيا سلطان؟ اه. خدها ال اوعى تكون الوقت اللي بيرتب عليها في الدور التاني. هو يا عم الحاج. طيب على نص ايدك. كلمه بسرعه بسرعه. يلا الو. ايوه هنا في اوضه. ايه يا عم؟ ازيك يا شيخ عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ يعني انا عارف يا عم ان انت مشغول وكده بس يعني بغلس عليك. لا يا عم حسنك برضه. احنا قاعدين انا والواد كرم بنراجع وكده. كرم؟ اه كرم. سلمي عليك. مش وقت سلامات وطلبات يا عم. حلو قوي. طيب. قاعدين قدامنا كذا كتاب كده وما احناش عارفين نبدا من ايه. طيب ايه لو نبع حوض الله يكرمك؟ هقول لك ولا لا؟ بص انت عندك 9 حوض صح؟ 9 يا كرم؟ هما كتير يا ابني بقى. 9 تمام. عندك بقى الكتاب الاحمر. الكتاب الاحمر؟ الكتاب الاحمر ده كل اللي فيه عليه السين والتاني. طب ما ده بقى صعب نبدا بيه عشان واحنا فايقين كده. لا 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 كده خالص مش عايزين. عندك بقى كام لازم؟ لازم الكتاب لازم. طب الاخضر ولا ايه؟ الصفحه ممسوحه. الصفحه ممسوحه يا عم. ده انا فكرت مرهان اتخطب التاني. يا ابني انا قلت وكل الدفعه بتبدا بالصفحه الممسوحه دي. ايه عملت دلوقتي؟ يا عم انا فكرت البيب بيقع. قال لي اقفل الكتاب اللي معايا ان شاء الله. شوف كده. روحنا في داهيه. مرسومة من عندها يا جبان. يا نهار اسود هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. ما نخشش الامتحان بكره. هنسقط من شيل السنة. طب اقول لك على حل. قول يا معلم. ايه بص اقول بقى؟ احنا نخش على جروب الدفعة ونخليهم يرفعوا لنا الصفحة النص. حسيت الفكرة. ايه التفكير ده؟ طيب. اكتب لهم بقى يا معلم. هنكتب لهم ايه يعني؟ اكتب لهم يرفعوا لنا الصفحة الناقصة وخلاص. لا مش كده بقى. هقول لك يا جماعه السير صوروا لنا صفحه 150 من كتاب النساء. يا كتر ايه هذه الدماغ دي؟ ايه هذه الدماغ دي؟ ايه رايك؟ انا معجب بيك يا حضرتك. طب ايه رايك بقى؟ استنى ايه؟
رأيك بقى لو قلنا لهم صورونا صفحة 150 في كتاب النساء يا دكاترة لو سمحت. إيه ده بص؟ إيه ده بص؟ البص ده عالي 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 قوي. أنت عارف البص ده هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ البص ده هيجيب لايكات في الصفحة. يا عم كرم إحنا فريقات دلوقتي، خلينا يا عم الحاج نشوف مصلحتنا. ماشي يا عم. صورنا صفحة 150 في كتاب النساء يا دكاترة لو سمحتوا ما بينهمش إيه؟ هنعمل ايه يا اسطى دلوقتي عبال ما الصفحه تترفع بقى يا عم ادينا عارفين ولا ايه رايك؟ ايه رايك نخش على ماي نيجي نشوف الافلام الجديده اللي اترفعت؟ ماي نيجي برضه؟ يا عم كرم يا عم كرم عايزين ربنا يكرمنا بكره على الحلقه. ايه المهم الخط التاني؟ لا يا ابني المهم ايه بقى دلوقتي انسى المهم خالص. صفحة اترفعت؟ لا يا معلم لا، البص جاب 3 لايكات. يا عم كرم يا عم كرم ما تخلينيش اقوم امشي. خلاص يا معلم خلاص، انت بقى البص فيها كده عمال الصوت هتترفع. ما فين الاكل يا عم كرم؟ احنا قاعدين في بيت يهودي. يا ماما الاكل يا ماما. يا تانتي. ايوه صفحة اترفعت يا معلم. داونلود. ايه يا عم كرم الصفحة تاني. يا صفحة كام ميجا يا عم الحاج؟ استنى بقى ده بيخبط مقطع جبس سندوتشات. يا تانتي. ازاي ما جبس سندوتشات كبار اللي في المسرح؟ أظن أم عملت الكفتة اللي أنا طالبها. أنا عندي لا كنت إيه يا عم؟ ماما عاملة لك سندوتشات. إيه ده؟ بيض؟ بيض أيوه بيض. تاني بيض؟ أه. كل مرة ياكل بيض وأمشي؟ يا ابني صوتك تسمعك يا ابني. ما احنا وطينا صوتنا زمان ما عملناش حاجة. بس 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 المرة الجاية. ايه ده؟ هو انا عايز اقول المرة كده تجري لا تعمل كده ونمشي. وفين الكفتة يا عبد الحاج؟ المرة الجاية الكفتة هتتعمل ما تقلقش. ما تفتحش كده يا عم جرب. معلش المرة الجاية يا عم. لا بس تصدق الاكل نزل ونفع جوه. لا بقول لك ايه؟ نفع في ايه؟ انت عندك امتحان بكره. ولازم اني ذاكر لازم اني ذاكر. لا بس اصحى بس نفع ايه يا عم؟ اللي حاجه ساعه يا ماما بسرعه. بس ايه ساعه؟ اه انت؟ اه ماشي. بس انا جابس عليا النوم يا عم. لا يا عم جوه بقى عشان نذاكر. اه خلاص ماشي. ايه ده التليفون بين؟ ايوه. طب بقول لك انت عاوز تروح صح؟ ايه يا عم كرم فين؟ بكره بقى يتقابلوا الدنيا اللي احنا بنسافر او بنرجع اي حد. ايه يا عم كرم ما تصحش الاسلوب ده؟ معلش انا بجيبه عشان ها؟ ايه يا معلم؟ لا التليفون بقى فات؟ هي كده يا عم كرم؟ معلش انا بجيبه يعني بس على فكره مش هتخاطبهم. وربنا ما انت خاطبهم مش هتخاطب ايه لك مش هتبارك الا لما تجيب 3 امتياز. لا كان صح يا ربي يعني؟ وانت فاضل لك سنه واحده. ماشي بقى ازاي بقى؟ ماشي يا عم ماشي يا عم كرم ماشي يا عم الحاج. سلام يا كبير. سلام يا معلم. قدام الله ان شاء الله. الو الو حبيب قلب وحشتيني موت موت موت. انت واخده على فكره ايه الاخبار عامله ايه؟ انا زعلانه منك. ليه بس انا عملت ايه؟ كده انت بتخون بخونك؟ اه بتخوني وحش. انا اقدر برضه. لا والله بتخوني يا كداب. انا اقدر برضه. تعلقت بقول لك بتخون. بس انت ايه اخوك ايه؟ انا ما اقدرش طبعا. اتصلت بيك من ساعه لقيتك ويكتي. انا؟ اه. من ساعه؟ ايوه. ايوه ايوه ايوه. الواد الريس اللي اسمه كريم ده كان بيسكن معايا هنا وكنت كان جاي عشان اشرح له حاجه وكده يعني. انا بكره الواد كريم ده. بص لله في لله كده. وانا والله لله في لله. هي غلس كده. معلش بقى انا هتعمل مرات. ذاكرت يا حبيب قلبي؟ والله هي المذاكره صعبه قوي اليومين دول بس ما تقلقيش. خلي بالك بابا حلف على ماما بالطلاق ان انت لو ما جيتش خطبتني السنه دي هيجوزني للبقاله اللي تحتها. صدقي انا بموت نفسي في المذاكره. انا بحفظ في الصلاه. طب اسمع لك حبيبه قلبي. مين حبيب توتا؟ انا. مين روح توتا؟ انا. مين نور عيون
صوتك يا حبيبي. حبيب قلبي دايما رفعالي روح المعنوية. بقول لك ايه، مش كل يوم هتروح جاي سيبني وتقول لي انا هخش ازاي؟ خلاص مش هسيبك النهارده، انا فاتحه عارض. فاتحه لي الساعه كام؟ من 9 ل 12. خلاص قشطه، انا بس هبص الاوضه عشان اعرف اتكلم. قشطه ماشي يا حبيب قلبي، يلا باي باي. زمان من المحرات بيذاكروا مقطع كتب. احنا نقعد نضلنا كلمتين. بس الواحد برضه محتاج يستريح شويه قبل ما يذاكر. احنا نلعب لنا ماتش. فضة النادي الملكي الجديدة بقيادة المدرب كرم بعد أن رحل عنهم مورينهو. تشكيلة المدرب الجديد واضحة وصريحة ويبدو عليه أنه حيلعب من على الأطراف. بلعب الكرة عريضة إلى كريستيانو رونالدو، يوزعها طويلة جدا 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 أطول من أحمد الطراز ذاته. يقفز كريم بنزيما، والله جحش والله جحش يقفز على الكرة. ما هو لاعب يلعب تايكوندو يلعب كاراتيه يلعب على رقابة ولا يلعبش كرة هذا؟ والله ما يفهم شيء، مثلي في النساء تماما، ما ادري فيها اي شيء، وحروح بكرة افعل مثله. والله ما بتذكر انا هو صلي وادعى ربنا وبين نشر ربنا بقى. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب، أنا عارف إن أنا كنت بلعب طول السنة ما عملتش أي مجهود. أنا عارف يا رب إن أنا كنت بلعب، بس أنا يا رب يعني مذاكر شوية، يعني حبة كده يعني نص الكتاب، أنا بتابع الكتاب يا رب انجح يعني. يا رب انا ما ذاكرتش خالص يا رب، بس طبعا في رحمتك. يا رب انا عارف ان احنا ضيعنا السنه دي، ودي اخر سنه لينا يا رب. عايزك تقف معانا بقى عشان نعديها. يا رب نفس الصيف يجي عليا وانا في البحر يا رب. يا رب لو ما كانش عشان انا يبقى عشان اللي في البيت عشان افرحه. بس يا رب مش عايز اكتر من كده. يا رب عشان خاطر امي اللي مربياني يتيم يا رب. ويا رب يا رب نجح الواد كرم غلبان وعنده في البيت غلابه، نجحه يا رب. يا رب الواد كريم يسقط يا رب. علشان خاطر توته مش بتحبه. يا رب يا رب ننجح يا رب. يا رب ننجح يا رب.